أهلا بكم من جديد. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أبو الهدى الصيرفي، رئيس هيئة المواد النووية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في البداية احنا بنتكلم عن يوم تاريخي ومشروع غاية في الأهمية. نعم. بنتكلم عن محطة نووية ضخمة، تكلفة الإنشاءات فيها لوحدها تقدر بتقريبا 28 مليار و500 مليون دولار. نعم. لو تعطينا نبذة في البداية عن هذا المشروع. أولا بداية أنا يعني سعدني أن أنا أوجه التهنئة للسيد الرئيس الفتاح السيسي والشعب المصري على هذا الإنجاز الحقيقة اللي طال انتظاره فترة كبيرة، لأن احنا من نهاية من سنة 61 ومصر بتبذل جهود كبيرة جدا لإدخال استخدامات الطاقة الذرية، الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر. هذا المشروع يعني احنا طبعا احنا عندنا مصادر الطاقة أو مزيج الطاقة في مصر بيعتمد أساسا على مصادر الطاقة الوقود الأحفوري اللي هو البترول والغاز والطاقات المتجددة، زي طبعا المحطات المائية زي الطاقة الشمسية والرياح. طبعا كان يهمنا جدا ان احنا ننوع مصادر الحصول على الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية، فلابد من ادخال مصادر جديدة للإنتاج الكهرباء. بيأتي في مقدمتها الطاقة النووية. اتعمل مشروع او اتعمل طبعا احنا عشان نخش البرنامج النووي كان لابد في خطوات تجب اتباعها خاصة بإعادة تجديد تحديث دراسة موقع الضبع، نمرة 2 الإنشاء تدريب الكوادر على التشغيل، ونمرة الثانية اللي هي بناء وجود بناء تشريعي، لأن ده أحد متطلبات هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن لابد الدولة اللي تشتغل في مجال النووي إنها طبعا بتخضع للرولز بتاعت الوكالة. فلابد يكون عندنا تشريع جهاز الرقابي. في 2010 صدر القانون النووي وانشئت هيئة الرقابة الإشاعية اللي هي دي منوط بها التفتيش وإصدار الترخيص اللازمة لجميع الفاسيلتيز اللي بتستخدم الطاقة الذرية من معامل ونشاط حقلي وغيره. طب دكتور، خلينا نتكلم عن الثلاث نقط دول. حضرتك تحدثت عن النقطة المتعلقة بالتشريعات، خلينا نتكلم عن المكان. ايه معايير اختيار الاماكن اللي بيتم فيها انشاء المشروعات؟ اولا طبعا احنا اي موقع بيتم تحديده لانشاء مفاعل نووي يجب انه تتوفر طبقا لتعليمات الطاقة او الاسس بتاعت الهيئة الدولية للطاقة الذرية، لابد في معايير تتوفر من حيث مدى صلاحية التربة، نمرة 2 عدم تأثير هذا المفاعل على المياه الجوفية، تمام، الوضع التركيبي ليها انه يكون في آمن للإنشاءات اللي بتتعمل في المكان. طبعا احنا موقع الضبعة مش بس النهاردة بيتم كلام عنه، لا ده من سنة 61 كان تم اصدار أو طرح مناقصة لإنشاء مفاعل نووي، وكان بيأتي في مقدمة المواقع المختارة هي موقع الضبعة لما توفر فيه من مواصفات مهمة جدا، ومنها كمان بالقرب من البحر للحصول على مياه لعملية التبريد المفاعل. طب بالحديث عن المناقصات، ايه اهم الدول اللي كانت مرشحه للشراكه مع مصر في هذا المشروع غير روسيا؟ والله طبعا احنا قلنا ان تم اطلاق البرنامج النووي في 2007 وتم اصدار القانون النووي في 2010. احنا طبعا مصر عندنا في الشفافيه في تعاون مع دول العالم، فتم طرح مناقصه بين 5 دول هي الولايات المتحده الامريكيه، روسيا، الصين، فرنسا، وكوريا، لدخول لإنشاء هذه المحطة. على فكرة المحطة بتاعتنا بتاعت الضبعة هي محطة بتحتوي على 4 مفاعلات نووية، كل قدرة كل مفاعل حوالي 1200 ميجا وات بإجمالي 4800. فطبعا احنا عملنا التشريع النووي وعملنا إعادة تأهيل للموقع، لأن كان في مواقع كتيرة جدا مختارة لبناء المفاعل، ولكن مع الوكالة ومعاد التحديث هذه الدراسات
اتضح ان انسب موقع هو موقع الضبع. طيب وال 1200 دول يا دكتور ميجا وات دول بيحسبوا كل قد ايه؟ يعني هل في السنه ولا في قد ايه؟ 1200 في السنه. في السنه اوكي. طيب هل مواد الانشاء اللي بتستخدم في هذا المشروع او في مثل هذا المشروع لاي مدى بتختلف؟ اكيد بيبقى ليها طبيعه خاصه، لاي مدى بتختلف عن مواد الانشاء الاخرى لمشاريع اخرى مشابهه؟ طبعا العمليات الانشائيه الخاصه بانشاء المفاعلات متوفر فيها مواصفات معينه من حيث درجه التحمل، درجات الحرارة وعدم تأثرها بالمياه الجوفية ومواصفات أخرى كثيرة جدا بمفروض أن احنا تتوفر في المواد المطلوبة لإنشاء المفاعل. تقريبا الهيكل الخارجي كمان بيتحمل اصطدام طائرة 400 طن بالضبط. بالضبط كده. طيب ما المقصود بالمفاعلات النووية من الجيل الثالث يا دكتور؟ والله المقصود بالجيل الثالث طبعا احنا من حظنا الحقيقة ان احنا موقعنا اتفاقيه مع الاتحاد السوفيتي مع روسيا في 2015 انشاء المفاعل. الحقيقه كانت من الناحيه الفنيه والناحيه الماليه غير مسبوقه، لان طبعا تكلفه اولا هي من الجيل الثالث توفر فيه عوامل امان عاليه جدا، بيبلغ العمر الافتراضي لهذه المحطات حوالي 60 سنه. تمام. الشركات المحليه وده مهم جدا طبعا، المتولي تشغيل المفاعل وامتلاكه هي هيئه المحطات النوويه، والتعاون مع روسيا للشركه المؤهله لعمليه الانشاء هي شركه روس اتوم الروسيه، وطبعا في مكون محلي. احنا عندنا بنسعد الحقيقه ان بالنسبه لعمليات الانشاءات العمليات الانشائيه المحليه بتشارك فيها شركات مصريه، وده بيكتسب الشركات المصريه خبره كبيره جدا في العمليات الانشائيه الخاصه بالمفاعلات النووية، لأن دي ذات طبيعة خاصة. طب دكتور الستين سنة دول العمر الافتراضي لهذا المفاعل، ماذا يحدث بعد الستين عام؟ هل المفاعل بيخرج عن الخدمة تماما أم أنه يعني مصير هذا المشروع إيه؟ والله هو العمر الافتراضي للمحطة اللي احنا بصدد كلام عنها هو حوالي 60 عام. بيتم طبعا بصفة دورية عمليات صيانة عالية جدا لتوفير متطلبات الأمان. بعد 60 عام ممكن نعمل حاجة اسمها عملية ديكوميشنينج للمفاعل، يتم تفكيك هذا المفاعل بصفة مبدئية. طب دلوقتي يا دكتور المحطة تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشري، يعني إيه يعني خطأ المشغل البشري؟ ما المقصود؟ خطأ المشغل البشري إن طبعا إحنا قلنا إن المحطة بتحتاج كوادر مؤهلة. وإحنا على فكرة برضو يهمنا جدا إن إحنا في مصر تم إفاد مجموعة كبيرة جدا من المهندسين لروسيا لتدربهم على التشغيل. في نقطتين في المفاعل النووي، في السيفتي وفي السكيورتي. السيفتي اللي هي العوامل الامان الخاصه بالتشغيل، والحقيقه الجيل الثالث من المحطات من المفاعلات النوويه بتوفر فيه اعلى معدلات الامان النووي. الناحيه الثانيه بقى اللي هي السكيورتي، اللي هي تامين الجسم بتاع المفاعل وتامين المنشات المحيطه به. طب بما انه حضرتك اتكلمت عن العنصر البشري، بنتكلم طبعا عن زياده مستهدفه في فرص العمل للمصريين تحديدا في المشروع بنسبه لا تقل عن 20% للوحده الاولى وحتى 35% للوحده الرابعه. ايه ابرز التخصصات؟ حضرتك ذكرت بعض الامثله وفكره التدريبات اللي بيروحوا يتدربوا هناك في روسيا، ايه ابرز التخصصات اللي بتعمل؟ اهم التخصصات بالنسبه للهندسه نمره 2 عملية الأمان النووي، مهندسين أمان نووي. تم إنشاء مدرسة في العالمين لتأهيل كوادر للتعامل مع المحطات النووية. هو أنا الحقيقة اللي يهمني جدا إن أنا يعني أقول إنه مش بس المحطة النووية بتاعت الضبعة هتخصص شعر كهرباء، ولكن إحنا بنتعشم أو هو ممكن استفادة منها في عملية تحلية مية البحر. لأن إحنا مهمة جدا عندنا مصدر الحصول على المياه عذبة لتعمير وتنمية الساحل الشمالي. طب دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، لو حضرتك تقول لنا بشكل يعني مبسط تفاصيل أكثر عن فكرة تحلية مياه البحر. والله طبعا في على مستوى العالم في أنواع كثيرة من المفاعلات، منها مفاعلات خاصة فقط باستخدام الإنتاج الطاقة الكهربائية، وفي مع مفاعلات باسمها المفاعلات دي وار بيربوس
نيوكلير رياكتورز، دي بتستخدم لعمليه تحليه الميه بالاضافه الى انتاج الكهرباء الطاقه الكهربائيه، ودي موجوده في دول كتير في العالم منها الهند وباكستان وكازاخستان. طب دكتور حضرتك يعني قبل الهوا كنا بنتكلم عن فكرة الاتفاق مع روسيا على مسألة الوقود النووي، وحضرتك ذكرت أنه برنامج إنتاج في مصر مخصص للوقود النووي، يعني لو تكلمنا عن هذه النقطة. والله طبعا احنا عندنا في مصر 3 هيئات نووية، هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية. المفاعل الروسي حيتم تزويد مصر بالمفاعل وما يلزم له من وقود نووي، ثم تقوم روسيا باستخدام الوقود المستنفذ لعمليات الإسراء وإعادة تشغيله. ولكن طبعا احنا يهمنا جدا ومصر دائما حريصة وحتى نصب عينها ان احنا نأمن مصادر الحصول على الوقود. طبعا فاحنا بنهدف مهمة قوي في الحقيقة. احنا هيئة المواد النووية هي هيئة انشئت سنة 77، ومن اهم مهامها استكشاف الخامات النووية ومعالجتها لإنتاج ما يسمى بالكعكة الصفراء بالقوى النووية اللازمة لإنشاء الوقود. فاحنا بنهدف تدريجيا ان يبتدي احلال تدريجي للوقود النووي في تشغيل المحطات. طب دكتور احنا في البداية كنا اتكلمنا عن عدد من الدول اللي كانت مرشحة لمشاركة مصر في هذا المشروع غير روسيا. هنا حاب اسأل حضرتك عن الاختلاف اللي ممكن يكون بين تكنولوجي دولة عن اخرى في بناء المفاعلات النووية. والله يعني روسيا الحقيقة بتيجي في مقدمة الدول اللي عندها صناعة نووية وبتشتغل في إنشاء المفاعلات. يهمني جدا برضو أقول إن يعني موضوع الأمن النووي، إن إحنا مهم جدا إن إحنا كنا اشترطت الوكالة إن مصر تعمل عملية توعية للناس بالنسبة لي. طبعا هي تنشأ في الساحل الشمالي، عندنا مناطق سياحية عندنا مناطق سكنية، فيهمنا جدا إن إحنا نعمل توعية للشعب بالنسبة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. برنامجنا أساسا في مصر بيعتمد على الاستخدامات السلمية طبعاً للطاقة الذرية، ليس لنا أي اتجاه آخر. الحقيقة يهمني قوي إيه الفوائد بتاعة استخدام الطاقة النووية. الطاقة النووية طاقة أمنة ونظيفة، بيأتي في مقدمة الفوائد اللي بتوعد علينا من استخدام المفاعلات هو الأثر البيئي. المفاعل ده أو المحطات النووية في مصر هتوفر ما يقرب من 14 مليون طن انبعاثات كربونية بتأثر على البيئة. نمرة 2 قلت موضوع الحصول على الكهرباء وتحلية المية، ونتعشم إن احنا نقدر نستفيد من هذه المحطات في تحلية مياه البحر. ده يمكن يا دكتور غير مسألة أنه أسعارها غير خاضعة لتذبذبات الطاقة الأحفورية طبعا بتتعرض لها. شكرا جزيلا دكتور أبو الهدى السرافي رئيس هيئة المواد النووية على كل هذه المعلومات القيمة وعلى وجود حضرتك معنا. شكرا جدا.